كانوا طيبين يا رب مجمعين كده كل رمضان في القعده الثانويه الجميله دي يعني. انا امبارح اخترت سطر واحد من الروايه حطيته على الفيسبوك، كنت شايفه دال على الروايه كلها في المعنى. تعليقاتكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. في حد دخل علق يقول لي جمله جميله، قلت له بجد انا مش عارف، انا شايف انها جمله مربكه جدا، ويمكن ده اللي ادى الجمال بتاعها. الروايه كلها رايحه في منطقه الارباك على مستويات متعدده. اولا روح عاصي الصديقه العزيزه اللي بحبها وبحترمها جدا وعارف كده كويس، قررت انها تفتح الصندوق الخاص بيها. في كل جوه انسان جزء كده محدش يعرفه غيره، وبيختار فتره بيعتقد انه وصل لمرحله من النضج الكبير، يلا نلعب على المنطقه. فهي بلعبت على المنطقه دي، روحة عملت حاجه بالفعل مش موجوده في 90% من الكتابات اللي بتتكلم عن المكان. يعني ضحى قدمت المكان فنيا كما يجب ان يقدم. انا شعرت ان انا في روسيا من خلال الكلمات البسيطه الروسيه اللي هي سربتها جوه، من خلال الطبيعه اللي بتاعت واحد مقيم او واحد متفرج وهضم المشهد كويس، من خلال الاعياد دي حاجات مهمه جدا عشان قدام روايه مكان حقيقيه، مش ان انا رحت روسيا في الاخر اكنك في قلق ولا حاجه، ايه يعني ناس وبتاكل وتشرب، لكن هي قدمت القيمه بتاعت المكان وبتاعت القصه. الباك الروايه جه عن طريق متناقضان عليهم. اول روايه فيها جزء فني في منتهى العظمه والجمال. ايه الجزء الفني العظيم والجميل؟ ما اعتقدش ان انا هسيب هذه الروايه وتفضل في دماغي فكره الراجل اللي بيعمل بصباعه في لسانه ويجيب الجزء الرب. هي دي فنيه الروايه، هو ده اللي هيبقى في الروايه فنيا على فكره. بالنسبه لمحمد علي الخارق، مش هعرف انسى او اتجاوز فكره ان الفقر الناس كانت تاكل البلوط، مع اني كنت شارب عايز بقى ضحى توريني بياكل البلوط ازاي. دي اهتمامات القارئ، هي دي المناطق اللي بتفضل عايشه بعيد عن اي سياسه وعن اي خلافات، هي دي حاجه بتقدمها بشكل عظيم في الروايه. الصراع اللي حاصل بين فكره السوفييت وروسيا اللي هو حاصل في ايه؟ في الكافيار مع الفطائر ولا مع العيش؟ وهي قدمته بشكل فني عظيم، ودي اخر ثلاث صفحات في الروايه البطله تقرر تبقى روسيه مش سوفيتيه، تاكل بقى الكافيار بالفطير ما تدورش على ده. دي كلها بتقدم اجابات بدون ما تصرح، هو ده المبدا. ايه بقى المشاكل اللي حصلت في الروايه؟ جزء اختلصته الدكتوره فاطمه جمال اللي هو فكره الاسترسال، الشكل الذي يكاد يكون صحفي. ليه؟ لان انت رغم ان المساحه كلها بتتكلم في 20 30 سنه، ودي مساحه على فكره مش كبيره، لكن احداثها ضخمه جدا بتعجزك، مش عارف تستوعب ان الست دي بقى عندها 40 سنه وسط ده كله، المفروض عندها 400، لكن هو الواقع اللي حصل ده. الجزء اللي اتكلمتوا عنه بتاع هو راجل جوزها جاب الدهب ولا لا، ده جزء من لعبه الروايه نفسها. مع هذا التكدس ضحى لجأت العديد من الحاجات اللي ما قدمتلهاش اسئله، اجابات، حط اسئله لانها هي مش مهتمه بيها، لكن انت ممكن تستدل عليها. لو لقيت ان بطل الروايه الدنيا ظبطت معاها ماديا ممكن تستدل اجابه انه فعلا نجح المجوهرات، ان فضلت زي ما هي يبقى الراجل ما عرفش يوفر الجزء ده، وعليك ان تتجاوز وتتعامل مع رجل عصابات، مش هتقف عند المنطقه هنا. فدي ربكه حصلت في الروايه. في حاجات سقطت منها طبعا في الروايه، ان انا اجي في سطر اتكلم بتقريريه مباشره شديده للغايه اقول ان بطل الروايه بخيله، وبعد ثلاث سطور بالظبط عندهم على صوابعك ان بعت عربيه متحمله للمنيا بهدايا لعمتها وخالتها. لا يا ضحى نصحى نهدى شويه بقى. ما هي يعني كانت بعتتهم ولا لا؟ بعتها ثلاث سطور بعد الجمله دي ثلاث سطور تحديدا. لا عايزين يعني ايه، خلينا حلوين مع بعض، خلينا نتجاوز الحاجات وحاجات ما ينفعش نتجاوز عنها. هي اسمها بنت حسن الشروق ولا الشرق؟ الشرق بني حسن دي فيها مدافن مهمه جدا، المنيا جنب بلاوي. الروايه فيها كميه غير عاديه من القدره على السرد والاسترسال، بتفكرني مش بالشبح حد لكن بقول بالمنفضره الطيب صالح موسم هجره الشمال، قدره على الاسترسال زي ما قال دكتور محمد خلصتها في يومين او في عدتين،
هي عندها ايه ورا بعض عاملها سايله وفيها حته انت مش شايفها من حتى لو عصرتها في حياتك. يعني انا اتبسطت بلقيت واحد زي هيرت سن اسمه بدا يتردد الثاني على الورق ايه هي الورق دي مهمه جدا في التاريخ لكن ما حدش دخل المنطقه بتاعت هيرت سن. حتى جورباتشوف علاقتنا بيه بروستريك واحنا مش عارفين ايه بروستريك اصلا. مش بتكلم على المجموعه اللي انا بتكلم على النظام العام المجال العام اللي في العالم. احنا بناخد منشطه ماليش دعوه ايه تحت انهارت وجاب. عايز اقول لك انا علاقتي بالاتحاد السوفيتي عجيبه جدا. علاقتي بالاتحاد السوفيتي تتلخص في لعيب عظيم جدا في قفص بزنس اسمه سيرجي بوكا. كان بطل الاولمبياد ست سنين وست مرات ورا بعض بيعمل ارقام ما حدش النهارده حطمها. وفي اخر ظهور ليه اول ما دخل باسم اوكرانيا واختفى بعديها. فانا زعلت من تفكك الاتحاد السوفيتي بسبب سيرجي بوكا. يعني انا اقول لك كل واحد ليه حكايته الشخصيه. هي عندها حكايتها الشخصيه. هي روايه بالفعل مربكه ليه؟ لانها ماشيه على الجنبين. لكن بتقدم سرد جميل جدا. عجبنيش طبعا لوي دراع الروايه في منطقه جوزها اللي بقى ابو حمزه. الروايه ليست في حاجه لهذه الاسطوره. يعني هي جمال الروايه انها بتقدم سوري في لفظ بلاوي كتير هي كلها اساطير لكن حياتيه. يعني مش محتاجه لانها هتضطر مع هذا الليل زراعة الروايه ان نطرح الاسئله المنطقيه بتاعت الدكتور حمد بن طه اللي انت في غير انت مش محتاجها اصلا. يعني اسطرت هذا الشكل. يعني عايز اقول لك انا كفايه الانسجام اللي حصل بيني وبين الروايه لما هو بص لها في عينها وسلم عليها. عظيم جدا هذا المشهد. مش عايز ادخله بقى ايه في حاجات تاني. طبعا خليني برضه اتكلم معاك بصراحه ان ضحك كتفك في هذه الروايه في ثلاث اربع مشاهد. كتفك مكانك، كتفك وضعك الحالي. اعتقد لو ضحك اللي كتبت الروايه دي من قبل ثلاث سنين من دلوقتي كان هيبقى عندها ثلاث نقطات في الروايه يصنعوا الروايه لوحدهم. واعتقد كلامي واضح. لكن انا مشيت مشيت الدنيا يعني لكن مش قادر اغفلهم لانهم مواقف مهمه جدا في الكتابه ومغريين بصراحه. يعني هرجع بقى للدكتوره فاطمه. يعني مثلا الجزء اللي سالتيه هو ده سؤال مهم جدا بتاع هو جوزها جابوا المجوهرات ولا لا؟ ما عندك على التوازي مثلا ابنها وصاحبته لما راحوا دهب هم شربوا مخدرات ولا لا؟ طب هم عملوا ايه؟ هي برضه سابت الدنيا لكن اجابه انه الولد قاعد صف سليم وراجع في اخر الوقت وما شربش خلاص. مش محتاجه بقى تقول ايه ده اتعرض لضغوط وجربوا. مش فاضيه انا عندي لسه الدنيا زحمه قوي وعايز الم الدنيا. انا مبسوط بالروايه مبسوط بارباك الروايه اللي حاصل وانك طلعت المخزون بتاعك. انا بقول كل واحد عنده مخزون بيطلعه وزي ما قالت طبعا استاذتنا الكبيره هلال بدري في قفزه نطق فده يسمح بخروج ده. والروايه ما تعدي يعني انا اعرف مثلا هلال بدري راحت روسيا قبل كده في خبرات لما هي تقرا وما عندهاش اعتراض صريح فتعرف ان ضحى تجاوزت اخطر مضبط. هو انت صنعت المكان وضحكت علينا ولا عملتيه؟ صعب. لكن هي ايدته يعني في مشاهد حياتيه حقيقيه. في المجمل انا شايف ده يعني ما بحبش اقف على التفضيل لكن ده كتاب مهم جدا في تاريخ الكتابه ومطباته حلو قوي وتعاملاته. وعايز اقول لك اجمل حاجه فيها في السياسه هي ما بتبقاش في الروايه تبقى يفضل المشاهد اللي قلت لك عليها البسيطه بتاعت الرده والكلام ده. لكن تعاملت مع الانتقال من 2011 ل 30 يونيو كان شفاف قوي. كان يعني غروب الراجل من جوزها ده والدنيا اتنقلت وانت من غير مع التكتيكات عديتي منه على فكره بطريقه ماهره جدا. انا حبيت لان انا كنت بسال نفسي انا عارف الولد لازم تروح هناك لازم هتوصل عند انهيار او بدايه انهيار الاخوان. لكن ضحى عاصر بمنصبها ده هتلعب في الموضوع دي ازاي؟ عجبني جدا الطريقه اللي انت رحت بيها هناك. يعني ابنها يرجع الراجل يختفي خلاص انا جاوبت على اسئله برضه ومش هتكلم. يعني فانا مبسوط جدا.